في الفيديو ده بقى كده يا شباب هنتكلم عن الداله اللي بتتحكم في العاملين اللي موجودين عندي، تمام؟ اللي هم الوركرز بتوعي، تمام؟ زي ما قلت لك قبل كده احنا بيبقى عندنا هنا فايل اسمه يوزر انفو مخزن فيه العمال اللي شغالين عندي، يعني مثلا بيبقى مخزن فيه احمد، تمام؟ والباسورد بتاعه مثلا 1 2 3 4 5، وبعدين مثلا عندنا عامل تاني اسمه خالد والباسورد بتاعه كام؟ مثلا 5 4 3 2 1، تمام؟ فدول العمال اللي عندي. طيب مثلا بيبقى عندي دول العمال، كل واحد هيجي يفتح البرنامج هيسجل بالباسورد ده، تمام؟ زي ما قلت لك قبل كده ديت ملف تكست مخزن فيه اسماء العمال اللي عندي بالباسوردات بتاعتهم، تمام؟ فالمفروض انا ببقى عايز ايه؟ ببقى عايز انا بقى كصاحب المحل، تمام؟ اقدر اتحكم في العمال دول، اقدر اضيف انا عامل تاني، تمام؟ بباسورد جديد يقدر يسجل بيه، واقدر امسح عامل منهم، تمام؟ تمام. فعشان كده قمت قايل له هنا برنت، الداله دي بقى بتعمل كده، بتعمل اضافه وبتعمل ايه؟ بتعمل مسح. فقمت قايل له ايدنج وريموفينج، تمام؟ واحد لو انت عايز تعمل ايدنج، واثنين لو انت عايز تعمل ريموفينج، وياخد منه التشويس في متغير، بقول له انبوت انتر، الحاجه اللي هو يدخلها ياخدها في متغير اسمه تشويس، تمام؟ فبقول له اف تشويس بيساوي يساوي واحد، يبقى اذا هو اختار الايد، صح؟ اه. فبما انه اختار الايد، تمام، يبقى اذا هو هيدخل اسم عامل جديد والباسورد بتاعه. فقلت له دخل الاسم اهو في دخل الاسم في متغير اسمه نيم، ودخل الباسورد في متغير اسمه بي اس دبليو دي، تمام. وبعد ما يدخلهم المفروض بقى هيروح يضيفهم للمسار اللي اسمه يوزر انفو ده، تمام. فقمت قايل له ويز اوبن والداتا بيز بتاعك، الباس بتاع الداتا بيز زائد اليوزر انفو دوت تي اكس تي، وطبعا عملت له ابند لان هو هيضيف له، تمام، مش هيكتب عليه هيعمل اوفر رايد، لا ده هيضيف، تمام. فقمت قايل له دوت اللي هي الاي دي ابند، تمام. بعد كده اف واحد دوت رايت للنيم نقطتين فوق بعض بي اس دبليو دي بعد كده سلاش ان عادي، تمام. ده الطبيعي بتاعك اللي هو الاسماء مخزنه اصلا فيه، ازاي لو جيت تفتح الملف هتلاقي الاسماء مخزنه فيه، ادي النيم، تمام، بعدين نقطتين فوق بعض وبعد كده الايه الباسورد، تمام. فده اللي احنا عملناه، نيم نقطتين فوق بعض باسورد بعد كده سلاش ان ينزل سطر عشان في المره الجايه لما يجي يكتب بعد كده، تمام. تمام، يبقى ده كده كان بالنسبه لاول اختيار عندنا اللي هو الاد، تمام. طب لو كان التشويس بتاعه 2 يبقى اذا هو عايز يعمل ريموف، يعني هو عايز يشيل شخص من الداتابيز اللي موجوده عندي، تمام. فبقول له الاول هو عشان يشيل شخص مش المفروض يكون عندي انا متسجل اشخاص؟ اه، ما دام المفروض يكون عندي انا مسجل اشخاص، تمام، يبقى المفروض المسار ده يكون موجود اللي هو اسمه يوزر انفو، المسار بتاع اليوزر انفو ده يكون موجود، تمام. لو مش موجود يبقى اصلا مفيش اشخاص عندي مسجلين، تمام. فلو مش موجود يبقى اذا ما يقدرش يمسح حاجه، ما هو هيمسح ايه؟ ما هو مفيش اشخاص مسجلين، تمام. فانا بقول الاختيار الثاني ده هيشتغل لو المسار ده موجود اللي هو بتاع يوزر انفو، لان لو هو موجود ده معناه ان في اشخاص دلوقتي مسجلين، تمام. تمام، فهو المفروض يروح يعمل ايه؟ يروح يعمل ريموف، تمام. بس اما يجي طبعا يعمل ريموف هو الاول بيروح يقرا الفايل، تمام. فهيقرا الفايل ازاي؟ عن طريق نفس الحكايه اللي احنا كنا عاملين، بنعمل بنفتح الفايل اللي اسمه يوزر انفو دوت تي اكس تي، نعمل له ريد عن طريق اف 1 دوت ريد، بعد كده خدناها في ليستا عن طريق ان هو يوزر انفو دوت سبليت لاينز، بعد كده رحنا نفصل النيم عن الباس عن طريق النقطتين اللي فوق بعض دول، فقمنا قايلين فور اندكس انرجي من صفر لحد لين لليست اليوزر انفو، ليست اليوزر انفو في اندكس بيساوي ليست اليوزر انفو في اندكس دوت سبليت عند النقطتين فوق بعض. طبعا زي ما قلنا احنا بنكرر اصلا الامر ده كتير لحد دلوقتي في معظم الدوالي استخدمنا الامر ده، تمام. فعشان كده زي ما قلت لك انا هبقى اشيله ما اجمع البرنامج على بعضه، تمام، واحط بداله الداله اللي احنا كنا عاملينها، تمام، اللي هي الداله اللي بتقرا من الفايل على طول، تمام، بترجع لي الليست على طول، تمام. بدل ما اقعد اكرر الاوامر دي كذا مره، لا انا هستدعي الداله جوه الفانكشن دي وخلاص، تمام. تمام، فدلوقتي زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى عندي لسته اسمها يوزر ليست يوزر انفو، بقت بالشكل دوت كده، فيها لستتين مثلا صغيرين او ثلاثه صغيرين، المهم على حسب عدد الاشخاص المسجلين عندك بالباسوردات بتاعتهم، تمام. المفروض انا عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له اطبع بقى الاشخاص دول قدام اليوزر على الشاشه، تمام؟ عشان يشوف العمال المسجلين عنده مين ومين ومين ومين، تمام؟ فقمت قايل له برنت سلاش ان سلاش ان بعد كده فاصل بالشكل ده وكده، حاجه زينه كده يعني فاصل، تمام؟ بعد كده فور يوزر ان ليست اليوزر، لكل لسته صغيره موجوده في لسته كبيره روح اطبع لي يوزر اوف زيرو اللي هو الاسم اليوزر بس، اسم اليوزر بس، لان هو مش هيطبع الباسورد، هو ماله مال الباسورد، هو عايز اسم اليوزر بس، اسم اليوزر بس، تمام.
وبعد ما تطبع اسم اليوزر بس، تمام؟ يبقى انت كده خلاص عرفت العمال اللي عندك مين، مثلا احمد وخالد ومحمد وعلي، طبعهم كده تحت بعضهم. بعد كده هيروح برضو يعمل فاصل كده، حاجه جماليه كده، تمام؟ بعد كده يقول له بقى مش انت شفت هي الاسماء المسجله؟ روح بقى شوف انت عايز تطلع مين، تمام؟ عايز تشيل مين؟ فهيقول له دخل الاسم اللي انت عايز تشيله، تمام؟ فطلب منه هو الاسم وحطه في متغير اسمه نيم، تمام؟ بعد كده يا شباب زي ما قلنا هو المفروض يروح يشوف النيم بقى اللي هو دخله ده، هل هو موجود اصلا ولا لا؟ موجود في الليستة ولا لا؟ لان ممكن يكون دخل نيم تاني، تمام؟ فتعالوا نشوف هو موجود ولا لا. فنروح نعمل ايه؟ نقوم قايل له فور يوزر ان ليست اليوزر انفو، تمام؟ يعني لكل ليستة صغيرة موجودة في الليستة الكبيرة، هتروح تشوف يوزر اوف زيرو اللي هو الاسم بيساوي يساوي النيم المخزن عندك، تمام؟ النيم اللي هو اليوزر لسه مدخله ده، تمام؟ فلو لقاه هو يعني لقاه، تمام؟ هيروح يعمل ايه؟ انا كنت عامل الفاريبل بره اسمه فاوند فولس، تمام؟ هو قلت له روح خليه بترو، ده معناه ان انت لقيته يعني، تمام؟ وبعد كده يا شباب بقى المفروض يروح يمسحه، ما دام لقاه يروح بقى يمسحه. لا، انا قلت له الاول دخل الباسورد، تمام؟ لان ممكن يكون انا مثلا محمد وشغال معايا واحد اسمه احمد، تمام؟ ف انا كمحمد مثلا وشغال معايا واحد اسمه احمد، انا زعلان من احمد ده، تمام؟ فقمت رايح على احمد وهقوم مسحه، وفعلا قمت مسحته، تمام؟ فالمفروض زي ما قلت لك لازم لازم يكون في باسورد، تمام؟ للحوار كده، تمام؟ بدل ما انا ابقى قاعد كده في امان الله الاقي احمد مسحني مثلا، تمام؟ طب ازاي يمسحني؟ ما هو لازم يكون عارف يبقى في باسورد للحكايه دي، تمام؟ فبقول له دخل الباسورد، تمام؟ بتاع الشخص اللي انت عايز تمسحه، مثلا مصطفى مثلا كان له باسورد 1 2 3 4 5، تمام؟ ده اللي بيسجل بيه، تمام؟ فانت دلوقتي عايز تمسح مصطفى، تمام؟ يبقى دخل الباسورد بتاع مصطفى ده، تمام؟ وكده انت مسحته، تمام؟ فخلاص طلبت منه الباسورد، حفظته في متغير اسمه بي اس دبليو دي، قلت له اف يوزر اوف واحد اللي هو الاندكس واحد اللي موجود في الليسته دي اللي هو هنا عباره عن الباسورد بتاع اليوزر، تمام؟ بيساوي الباسورد اللي انا لسه مدخله ده، تمام؟ هتروح تعمل ايه؟ هتروح لو الاثنين يعني بيساوي بعض يبقى اذا كده انا صح، تمام؟ دخلت الباسورد صح، فاذا خلاص بقى امسحه. فهتروح تعمل ليست لليوزر انفو دوت ريموف لليوزر كله على بعضه، تمام؟ اليوزر كله اللي هو ايه؟ اللي هو الليسته الصغيره على بعضها، تمام؟ يعني مثلا لو كانت ديت الليسته فيروح يمسح الليسته دي على بعضها اللي هي اليوزر والباس، تمام؟ تمام. وبعد كده هتطبع لي برنت دون. طب لو ايلس، لو الباسورد مش هو، هتقوم قايل لي برنت انكوركت باسورد. وبعد كده تعمل بريك بقى خلاص لان انت لقيت الاسم، فخلاص اعمل بريك، تمام؟ بعدين بقى كده يا شباب قمت قايل له اف فاوند، يعني لو انت لقيت الاسم، تمام؟ هتروح تعمل ايه؟ المفروض ما دام انت لقيت الاسم بقى، تمام؟ يبقى انت اكيد غيرت في الحاجه اللي عندك، تمام؟ اكيد غيرت في المعلومات اللي عندك، تمام؟ او بلاش، على فكره احنا ممكن نخلي الفاوند دي ناخدها كده مثلا، او بلاش، لا سيبها مش مشكله، تمام؟ وما دام انا لقيته، تمام؟ اف فاوند، تمام؟ يبقى من الممكن انه يكون راح عمل ايه؟ راح عمل ريموف لليوزر، يعني حدث المعلومات بتاعتي ليست لليوزر انفو دي اتغيرت، صح؟ فيروح بقى يكتبها في الملف من تاني، فقمت قايل له ويز اوبن لليوزر انفو دوت تي اكس تي بالشكل ده وكده، روح اعمل لي اكتب لي المعلومات اللي موجوده في ليست اليوزر انفو تاني، تمام؟ فقمت قايل له فور يوزر ان يو ليست يوزر انفو، يعني لكل ليست صغيره موجوده في ليست الكبيره، هتروح تعمل لي اف واحد دوت رايت، تمام؟ لليوزر اوف زيرو، بعد كده نقطتين فوق بعض، بعد كده يوزر اوف واحد اللي هو النيم، نقطتين فوق بعض والباسورد، تمام؟ بعد كده سلاش ان وهكذا، تمام؟ تمام. وبعد كده طب لو ما كانش لقاه نوت فاوند، فالمفروض يطبع لي نوت فاوند، فقلت له ايلتس برنت نوت فاوند بس. وبعد كده برنت برضو شكل جمالي بالشكل ده كده، تمام؟ بس دلوقتي يا شباب لو انا جيت اشغل الداله دي، تمام؟ اللي هي داله الوركرز، لو جيت افتحها، تمام؟ بيقول لك عايز تعمل ايدنج ولا ريموفنج؟ مثلا هعمل ريموفنج، اختار اتنين. فبيقول لك طبعا لك اهو، قال لك العاملين عندك احمد وخالد، انت عايز تشيل مين؟ هقول له مثلا عايز اشيل احمد، واتاكد انتر، هيقوم قايل لك دخل الباسورد بتاعه. الباسورد بتاع احمد ايه؟ لو نفتكر نفتح هنا الباسورد بتاع احمد 1 2 3 4 5، تمام؟ فاكتب 1 2 3 4 5 واتاكد انتر، قايل لك دن خلاص، تمام؟ فدلوقتي يا شباب لو انا قمت قافل الملف ده وجيت افتحه تاني من هنا، هتلاقي ان احمد اتشال خلاص وبقى خالد بس هو اللي موجود، تمام؟ تمام. طب لو انا جيت افتح تاني وقمت قايل له مثلا عايز اشيل برضو، تمام؟ قال لك اللي بقى موجود عندك خالد بس، تمام؟ طب انت عايز تشيل مين؟ عايز تشيل خالد، فهو قايل له خالد بالشكل ده كده. طب دخل الباسورد بتاعه، الباسورد يا شباب بتاع خالد لو جينا نفتح عشان نشوفه كان مكتوب فيه 5 4 3 2 1، انا مش هعمل كده، انا هدخل له
الباسورد 1 2 3 4 5، تمام؟ يعني غلط، فتك انتر ومالك انكوركت باسورد، تمام؟ ولو جيت فتحت الفايل هتلاقي ان هو ما مسحوش، لسه موجود اهو زي ما هو، لان اصلا انا دخلت باسورد غلط، فماليش الحق ان انا امسحه، تمام؟ لو جيت افتح تاني مثلا امايل لك انت عندك عايز اعمل ريموفنج، اختار 2، تمام؟ بيقول لك عندك واحد اسمه خالد اهو، انا مثلا اتلخبطت وقمت مدخل علي مثلا، وقمت متك انتر ومالك لك نوت فاوند، مفيش اصلا حد اسمه علي، تمام؟ تمام. طب لو انا يا شباب حبيت ادخل هنا تاني واعمل ادنج بقى، هضيف، تمام؟ بيقول لك دخل الاسم بتاع الشخص اللي انت عايز تضيفه، ومتهيئ له مثلا مصطفى، والباسورد بتاعه ايه، ومتهيئ له مثلا 1 2 3 4 5، ماشي، واتك انتر، خلاص قايل لك هو ضافه. لو جيت تفتح ايه اليوزر انفو ده هتلاقي هو خالد موجود ومصطفى برده موجود والباسورد بتاعه اهو، ضاف مصطفى، تمام. يبقى ده كده كان بالنسبه للبرنامج بتاعنا، او الداله دي اللي هي الداله الخاصه بالتحكم بالوركرز، ان انا اضيف عمال بالباسوردات بتاعتهم او ان انا احذف عمال، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.